بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. في أكثر من آية يريد الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يتحرك في أي موقع من مواقع الأرض التي عاش فيها أناس انحرفوا عن خط الله وكذبوا رسل الله، ليأخذ الإنسان من النتائج التي واجهوها، فذهبوا أدراج الرياح ولم يبق منهم أحد، وربما عاش بعضهم عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة، ليعتبر بذلك ويأخذ درسا في كيف يمكن له أن يواجه مصيره على أساس أن يتحرك في طاعة الله، حتى إذا ترك هذه الدنيا انطلق إلى الله سبحانه وتعالى ليعيش في رضوانه وليستمتع بنعيم جنته. أما الذين كذبوا فقد خسروا الدنيا وهم أحياء، أو خسروها بعد أن فارقوها وخسروا الآخرة. لذلك عندما يزور الإنسان القلاع المحصنة التي كانت قلاعاً للفاتحين وللمستكبرين، وعندما يتطلع إلى الأهرام هنا والأهرام هناك، عليه أن ينظر بعين تحاول أن تأخذ الدرس مما تشاهده، لا بعين تحاول أن تلهو فيما تراه. لأن الله أعطاك عينا تبصر بها الصورة لترسلها إلى عقلك، ليحلل عقلك ملامح الصورة وطبيعتها وإيحاءاتها، ليكون ما تشاهده عبرة لك، بدلاً من أن يبقى مجرد لهو ومتعة تعيش في عمر اللحظة ولا تترك وراءها أي شيء. والله أرادنا أن نتثقف من خلال ما نراه من آثار الماضين والنتائج السلبية التي عاشوها في حياتهم، من أجل أن يتفادوا كل التجارب السلبية فيما يستقبلون من حياة. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل أيها الإنسان الذي يعيش حياته، قل أيها الإنسان الذي قد يغتر بالناس الذين يملكون بعض السلطة فتنحني إرادته أمام إرادتهم، والناس الذين يملكون المال فيطيعهم في معصية الله،
والذين يملكون الجاه فيسقط تحت ضغوطهم أو يسقط تحت رغبته في الحصول على بعض جاههم، وينسى الله عندما يتطلع إلى المستكبرين، وينسى الله عندما يتطلع إلى الأثرياء، وينسى الله عندما يتطلع إلى الوجهاء، ينسى الله فيستغرق فيما لديهم من قوة، وينسى أن الله هو الذي أعطى هذا القوة التي صار بها كبيراً وصار بها غنياً وصار بها وجيهاً، لأن ما بكم من نعمة فمن الله، فالإنسان لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً. قل وأنت تعيش ذلك، اسأل ليسأل بعضكم بعضا حتى يزول عنكم حجاب الغفلة، وحتى تنفتحوا على الحقيقة، وحتى تملكوا وضوح الرؤية للأشياء. قل لمن ما في السماوات والأرض، اطرح هذا السؤال على نفسك، اطرحه على زميلك، تطلع إلى السماوات وما فيها مما يمكن أن تتعرفه منها، وتطلع إلى الأرض وما فيها مما يمكن أن تتعرفه منها، ثم فكر واستعرض كل هؤلاء الكبار، هل تجرؤ على أن تقول إن ما في السماوات وما في الأرض للجالس في البيت الأبيض أو جالس في باريس أو في لندن أو في موسكو أو أي مكان، أو هذا الملك أو ذاك الملك أو هذا الأمير، هل تجرؤ على أن تقول إن ما في السماوات والأرض ملك هذا وملك هذا؟ لأنك لا تجرؤ، لأنك تشعر أن هؤلاء هم ممن في السماوات والأرض، هم كغيرهم، خلقوا وعاشوا في الأرض. ولذلك فإن من كان مخلوقاً لا يمكن أن يملك خلق الله، ومن كان مملوكاً لا يمكن أن يكون رباً للناس، ولا يمكن أن يكون مالكاً للكون كله. من يملك السماوات وما فيهن؟ ومن يملك الأرض؟ إن الحقيقة تفرض نفسها، ستزول عنك كل الحواجز، ستزول عنك كل حجابات الغفلة، وستنطق فطرتك، وينطق عقلك، وينطق وجدانك. قل لمن ما في السماوات وما والأرض، قل لله، هو وحده الذي يملك ما في السماوات والأرض، لأنه هو وحده الذي خلق ما في السماوات والأرض، لم يخلقها غيره فلا يملكها غيره، لأن من يخلق هو الذي يملك، أما الذي يخلق فماذا يملك هو وهو المملوك لخالقه. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، والله هذا العظيم الذي تشهد السماوات والأرض وما فيهن بعظمته من خلال أسرار العظمة في خلقه، ومن خلال عناصر الإبداع في خلقه، ومع ذلك هو العظيم في أعلى درجات العظمة، ولكنه هو الرحيم في كل آفاق الرحمة، عظيم يرحمك
لا يقهرك، لا يسقطك، يرحمك فينمي إنسانيتك، يرحمك فيتكفل برزقك، يرحمك فيحفظك من كل طوارئ الليل والنهار، يرحمك فيوجهك إلى الهدى الذي يؤدي بك إلى الجنة. قل لله كتب على نفسه الرحمة، ولكنها رحمة لا تجعلك تبتعد عن المسؤولية، رحمة بك، ومن رحمته بك أن يجعلك مسؤولاً عن نفسك لتحمي نفسك من نفسك، وأن يجعلك مسؤولاً عن غيرك لتحمي غيرك من نفسك ومن كل شيء، وأن تكون مسؤولاً عن الحياة، لأن مسؤوليتك هي التي تغني إنسانيتك. الإنسان الذي لا يعيش حس المسؤولية هو إنسان يعيش الضياع، لأنه لا هدف له ولا خط له. إذا كنت تعيش الحياة ولست مسؤولاً عن نفسك أن تنميها، ولست مسؤولاً عن الآخرين، ولست مسؤولاً عن الحياة، فما معنى وجودك؟ إنك كلما كبرت مسؤوليتك كلما عظم وجودك، وكلما امتدت مسؤوليتك كلما امتد وجودك. الإنسان الذي يعيش مسؤولية طاقاته هو الإنسان الذي يبقى حياً حتى بعد أن يدفن في أعماق القبر، لأن علمه يبقى بعده، ولأن مشاريعه تبقى بعده، ولأن أولاده الصالحين يبقون بعده. لذلك أن تكون الإنسان المسؤول أن تكون الإنسان الحي حتى بعد أن تموت، في امتداد نتائج مسؤوليتك في الحياة، وأن تكون الإنسان الحي في الآخرة قبل أن تصل إلى الآخرة، لأنك كلما قدمت من عمل صالح لربك، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، فأنت تزرع في الآخرة حياتك المستقبلة التي تجعلك تنفتح إليها لتلتقي بعد موتك بحياة روحية معنوية رخية صنعتها أنت وزرعتها أنت، لأن الدنيا مزرعة الآخرة. لذلك الله يرحمك فيحملك المسؤولية، وإذا كنت مسؤولا فعليك أن تقدم حساب المسؤولية. أنت في الدنيا موظف عند الله، إذا كنت موظفا في دائرة رسمية أو في دائرة شعبية، ألا تقدم حساب عملك في نهاية الشهر أو في نهاية الخدمة؟ ألا تقدم حساب عملك لتحدد تعويضك ولتحدد استحقاقك لمعاشك، حتى لا ينقص منه شيء نتيجة انحراف في عملك أو نتيجة تقصير في جهدك؟ ألا تشعر أنك بمقدار ما أنت مسؤول، بمقدار ما تحدد نتائج مسؤوليتك في حساب دقيق؟ أنت موظف عند الله، اختزن هذا المعنى في وجدانك. أنت عامل في مصنع الكون. يا أيها الإنسان اقرأ القرآن قراءة عميقة واعية،
يا أيها الإنسان إنك كادح، ما نقول كادحين، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فمن يعمل مثقال ذرة، كل عامل بحسب نتائج عمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن نحن مسؤولون، وعلينا أن نواجه نتائج المسؤولية. هناك نتائج مسؤولية بالدنيا فيما يترتب على أعمالنا من نتائج سلبية أو إيجابية في الدنيا فنحصل عليها أو نعاني منها. هناك مسؤولية في الآخرة، وقفوهم إنهم مسؤولون. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حاسب نفسك بنفسك. يسأل الإنسان يوم القيامة عن أربع، دققوا بهالأربع، خلينا ندقق كلنا، عن عمره فيما أبلاه. العمر مثل الثوب، تلبسه تلبسه بيتمزق. إحنا كل يوم عم يتمزق شيء من عمرنا، يتمزق هو العمر، ثوب نلبسه. أول شيء بتتمزق ذياله، بعدين بتمزق فوق هذا، إلى أن يصل التمزق لفوق، يصير ممزق من جميع الجهات. هذا كيف مزقت عمرك؟ بأي شيء؟ هل مزقته بالخير الذي بذلت فيه جهدك حتى تمزقت طاقتك من خلال جهد الخير، أو مزقته بالشر فانطلقت جرائمك لتمزق عمرك؟ عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه أيها الشباب، وتراكضوا خيل الشباب وبادروا أن تسترد فإنهن عواري. لما تروح أنت محلات الخيل وبدك تتدرب على ركوب الخيل، تركب أول مرة وثاني مرة، الخيل مش ملكك، ما بيأخذوها منك بآخر الأمر. خلص خلصت التدريب، اسمح لنا بالخيول التي ركبتها، مش هذا الواقع؟ كذلك الشباب، هذا الشاعر يمثل الشباب مثل الخيل. يعني شلون الخيل لما تركبها هيك تندفع اندفاعها، خيل جموحة وقوية وأصيلة، بتشب وتجعل الخيل تشوفها كيف على أنها تندفع اندفاع مثل السهم تمشي. شباب أيضا، قوة الشباب واندفاع الشباب، تشوف أنت مثل الخيال اللي راكب على شبابك، الخيل شبابك، وأنت عم تركب على شبابك وتنطلق. والشباب أيضا مثل ما الخيل، كيف الخيل تجمع وكيف الخيل تنطلق، الشباب هيك بحيوية وباندفاع، يمكن يندفع أمام الأخطار، أمام التحديات، أمام الأشكال. يقول لك وتراكضوا يا شباب، وتراكضوا خيل الشباب. ديروا بالكم، ترى هذا ما يمشي، مش دائم لكم. وبادروا أن تسترد هاي الخيل اللي أنتوا راكبيها، هذا الشباب، فإنهن عواري. لما توصل للأربعين والخمسين، وين الشباب؟ عارية استردها الله سبحانه وتعالى، قال لك أنا بعيرك هذا الخيل حتى تركب فيها، بس كن متوازن. لأن الخيل بعض الحالات إذا أنت ما بتضبطها، إذا أنت ما تهديها، بتوقعك وتقتلك. كذلك في خيل على طريقة الأفراس وهاي اللي تركبها، وفي خيل أيضا، والنفس، شاعر حديث يقول والنفس كالفرس الجموح، فرس هيك المجنونة الجامحة، وعقلها مثل اللجام. إذا الفرس بدها تشب وبدها تندفع، ليش خلوا لها اللجام؟ لجام مثل الفريم، ما في عندنا فريم، في فريم للسيارة وفي فريم للخيل. فريم السيارة هذا الجهاز، فريم الخيل هذا اللجام، حتى
تضبطها على أن تجمح، والنفس كالفرس الجموح. وأعوذ بك من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فإنها مختارة للباطل إلا ما وفقت، أمارة بالسوء إلا ما رحمت. النفس بشهواتها بغرائزها بتجمح بالإنسان، يمكن توقعه. مين الذي يحميك من نفسك؟ العقل الذي خلقه الله لك، الذي تحسب في حساب الأشياء، تحسب حسابات الربح، تحسب حسابات الخسارة. ولذا لازم العقل هو اللي يلجم الشيء، يعني يقولها هاي تضرك، هاي تنفعك، هذه تربحك، هذه تخسرك، هذه. والنفس كالفرس الجموح وعقلها مثل اللجام. إذن يسأل عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن ماله. أنت عندك مال، منين جبته؟ من أين لك هذا؟ مما اكتسبته من حلال أو حرام؟ هل أخرجت حقوق الله من مالك؟ هل أخرجت حقوق الناس من مالك؟ أو أنك خلطت الحلال والحرام على طريقة بعض الناس، يقول لك إيه الحلال، إحنا كل حلال عندنا، اللي بنسرقه حلال، واللي بنغصبه حلال، واللي بنبيع فيه المحرمات حلال، واللي بناخذ منه رشوة حلال. ليش؟ قال لك ايه الحلال هو ما حل باليد، كل شيء اللي بحل باليد، الشيء اللي ما توصل الي انا ايدي له هذا حرام مثلا، والشيء اللي توصل الي حل بايدي هذا حلال. هذا مصطلح بعض الناس هيك، هذا المعنى هالشيء. هذا مثل بعض الناس الثعالب لما يجي بشوف بده يجي ياكل عنب والعنب عالي، فقال هذا حصرم، انه مجرد رايته في حلبي حصرم، هذا هو جني ممتاز جدا، لكن لانه ايده بطاله هذا حصرم. الشيء اللي بطاله حتى لو كان حامض بيقول عنب. بعض الناس هكذا، بعض الناس يقول لك ما عليه شيء. حتى بعض الناس هلا انتم فالقيننا بالحلال والحرام، وين الناس وصلت للقمر؟ كانه يعني اذا الناس وصلت للقمر لازم ما بنحكي بالحلال. ليش اذا هلا اللي صعدوا بالقمر ما كان عندهم حلال وحرام؟ ليش التعليمات الموجهه الهم لازم تطلعوا بلباس الفضاء، لازم ما بتنزلوا هون، لازم تمشوا 10 أمتار، هذا مش حلال وحرام؟ ليش في عالم بالكون يمكن للواحد ان يعيش حياته ما في حلال وحرام؟ هذه بتضرك، شو معنى حرام؟ هذه بتنفعك، معناه حلال. كل الحياة حتى النبات في حلال وحرام، عند الحيوان في حلال وحرام، لأن الحلال والحرام هو الذي يمثل الضوابط التي تضبط للإنسان حركته. لذلك بعدهم الحلال والحرام في حرب ضروس. بعض الناس يقول لك بنحل المشكلة الحلال والحرام، تصالحوا، هذا تصالحوا في شهواته وعن ماله مما اكتسبه ثم وفيما أنفقه. أنت بس ما تخلص بس أنك والله أخذت من حلال. بعض الناس قد يأخذون المال من حلال ويصرفونه في الحرام، يصرفه على الظالمين، على الكافرين، على المنافقين، يصرفه في معصية الله. لذلك يا جماعة، ترى هاي المصاري اللي تيجي بإيدينا، هالأيام ورق صارت المصاري، بالأول كان في ذهب، كان ذهب وفضة كانت بتألي هيك بتحرق، هذه المصاري تتحول إلى حريق. خلينا ندير بالنا ترى، لأنه الله سبحانه وتعالى الآن يحكينا: فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضي، ما أغنى عني مالي، ما أفاد، هلك عني سلطانية. في وين أموالك؟ خذ منها كفنك. وين أولادك اللي تقول مستقبل أولادي؟ تحرم نفسك وتبقي لأولادك
تعصي الله في المال ليبقى لأولادك، وفي حالة الاحتضار: يا أولادي، لقد صرفت عمري في سبيلكم، ماذا لي منكم وأنا في شدة؟ سنشيعك إلى قبرك ونعمل لك أسبوع ونجيب العلماء اللي بيحكوا عنك أو الخطباء ليحكوا المولان المحسن الكبير ولا إحسان له، فلان المصلح الكبير ولا إصلاح له، كما في كثير من النفاق الذي يتحدث به الناس. هذه آخرتها؟ ما في إلا كفن؟ وين الأموال؟ وين الخزائن؟ وين الجاه؟ هذا قبر المحسن الكبير الوجيه الخطير صاحب الأيادي. هذه تبقى؟ يبقى لك عملك. يقال إنسان أولاده يقولوا له: نشيعك، المال خذ كفنك، ما بخليهم يجمعوا لك. ينزل للقبور ويشوف واحد: مين أنت؟ وقد تركني أهلي وكذا. قل له: أنا عملك الذي كنت معك، أنزل معك في قبرك وأقف معك في حشرك، فلا أزال بك، فإما إلى جنة إن كنت حسنا، وإما إلى نار. هاي النتيجة. عمل. أيها الناس، النبي صلى الله عليه وآله يقول لما في آخر حياته: أيها الناس، لا يتمنى متمنٍ. واحد يقول: أنا من ذرية النبي صلى الله عليه وآله، واحد يقول: أبويا أنا ابن العلماء، واحد يقول: أنا ابن الحجاج والمؤمنين، واحد يقول: أني أنا شيعي، حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، وأنا علي بن أبي طالب راح يدخلني، وإن كنت غرقان بالجرائم راح يجيبني من النار. لا 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 أبدا. لا يتمنى متمن ولا يدعي مدع، أما أنه لا ينجي إلا عمل مع رحمة، ولو عصيت لهويت. مين يحكيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. واحد مشرق وواحد مغرب، بس بعدين اسمعوا الآية. هلا شرقنا وغربنا بالحديث، بس هم الآية راح ترجعنا. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة. لا تنسوا يوم القيامة، لا تشككوا بيوم القيامة، لا تقولوا مين راح ورجع وخبر. هو الحقيقة التي يقررها الله: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. مين الخسران؟ الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، لا يعيشون الإيمان عملاً ولا يعيشونه عقيدة. هؤلاء هم الذين خسروا أنفسهم. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، لا شك فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. له ما في السماوات والأرض، ثم بدأ ينزلنا: وله ما سكن في الليل والنهار، كل ما احتواه الليل والنهار مما تشاهدونه وتبصرونه، وهو السميع العليم الذي يسمع وساوس الصدور، العليم بخفايا الصدور. قل لكل من قال لك: حاول أن تجعل فلاناً ربك، أن تطيعه وتعصي الله، أن تجعل فلانا ربك، أن تخضع له وتتمرد على الله. قل للذين يريدون أن يسيروا بك إلى فلان وإلى فلان:
لتكبر له استكباره ولتقوي له ظلمه، لأنه يمنيك بمال هنا وجاه هناك. لا يخدعنك الإمام علي سلام الله عليه، عنده كلمة قول فيها: لا يغرنك الناس من نفسك. لا يغروك بالكلام المحسول وبالوعود والأحلام. ليش؟ فإن الأمر يصل إليك دونهم، أنت اللي تضرس بالحامض، أنت اللي تجيك النتائج. هو يجي الشخص الآن، فكروا لي فيها من خلال تجاربكم، يعني هذا يجيك يوسوس لك في نفسك: اعمل هيك واعمل هيك، مناسب تعمل هيك، ويجي يوسوس لك ويروح. وسواس الخناس يوسوس ويخنس وانت تروح، والنتائج مين اللي بياكلها؟ هو عم ياكلها او انت؟ لما توصل القصة الى مسؤوليته يقول لك: ما خصني انا، ليش انت مشيت؟ ما عندك عقل؟ ليش تطيعني؟ صايرة معكم او ما صايرة؟ كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر، فلما كفر قال: اني بريء منك، اني اخاف الله رب العالمين. قل: اغير الله؟ كيف تريدوني انا اتبع غير الله؟ كيف تريدوني اعبد غير الله؟ كيف تريدوني اطيع غير الله؟ هو واحد لما بده يمشي بطريقه يكون في توازن، انا اترك شيء اقبل على شيء، لازم يكون هذا الشيء اللي اقبل عليه اعظم واكبر وانفع. قل: اغير الله اتخذ ربا وليا فاطر السماوات والارض. هول الناس، هل خلقوا السماوات والارض؟ هل يملكون ولايتي أن يتولوا أمري؟ ماذا يملكون من قوة؟ وهو يطعم، هو الذي يغذينا، مش يغذينا يطعمينا، هذا هو الذي هيأ لنا طعامنا وشرابنا، كما قال إبراهيم عليه السلام: والذي هو يطعمني ويسقين. هو الذي يطعمنا وهو الذي يسقينا، وهو يطعم ولا يطعم، لأنه لا حاجة به إلى الطعام. قل إني، هذا من يحكيها؟ الله يخاطب النبي، والله لما يخاطب النبي خاطبنا، لأن النبي ما يحتاج إلى الخطاب، بس يعرفوا كيف بدنا نحكي إحنا أمام الله، ما هو، كيف نقابل هؤلاء الناس الذين يريدون أن ينحرفوا بنا عن طريق الله. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. علي أن أبادر، ما بقول الآن. في بعض الناس يقول لك: إيش وأنتوا تطلبوا من عندنا؟ خلي فلان يصلي وأنا أصلي، خلي فلان يصوم وأنا أصوم، خلي فلان يمشي بطريق الحق. ليش تخلي فلان؟ ليش ما أنت تبادر؟ إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. أنت بترفع العشرة أمام واحد شوية عنده فرد، عنده كلاشينكوف، عنده وظيفة، مخبر أمني، بس يطلع لك بطاقة الأمن رفعت العشرة. لكن الله سبحانه وتعالى، هذا الملائكة عندك، هلا ترفع العشرة للملائكة؟ شو مهمة المخبر؟ شو هو واقف؟ إما حامل له مسجلة بسجل شو بتحكي مثلا، وإما أنه حامل له قلم مثلا يحاول يسجل شو حكى فلان وشو عمل فلان، أو عنده مثلا آلة تصوير يصورك. في غير هيك؟ ليش مخابرات الله سبحانه وتعالى؟ ليش ما تسلم له خلص، بس يطلع لك البطاقة استعد. لكنه الجماعة اللي هون وهون معروف بطاقتهم الله سبحانه وتعالى، ما يقول: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه مش لولا موجودين معنا غير هذا، هي مشكلة. هي بس هذه أيضا الله سبحانه وتعالى عنده وسائل، يعني في الأمن في هالمجال: اليوم نختم على أفواههم. الآن الله سبحانه وتعالى يختم على: وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.
إذن معناها إحنا أيدينا تتحول إلى أشرطة تسجيل، وأرجلنا تتحول إلى أشرطة تسجيل، وكل أيضا الجلد. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. احنا واحد مثلنا مثله نخشى منه ما بنحكي. اذا كان ديروا بالكم في واحد مخبر عم يحكي، هذا يمكن ينقل الكلام، في واحد عم يصور، في واحد هذا وهولي هذا. وكنت انت الرقيب علي وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكل هذه الرقابة، وكنت انت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم مما في الداخل. هم يشيل يسمعوه ويشوفوه سجلوا، أما في الداخل الله ما صلتهم عليه، هو الله اللي بيعرف هذا ما يحتاج أن نسلم لله نرفع العشرة. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين الذين يشركون بعبادة الله غيره. قل، وترى موجهة أكثر شيء للشباب، لأن الشباب هو يمثل حرارة الغريزة، ويمثل اندفاع الشهوة، ويمثل قلة التجربة. وفي رفقة كتير، في عندكم رفقة من أقربائكم ومن أهل بلدكم ومن محاسبيكم، وهؤلاء طبعا يوسوسون لكم هذا. الله سبحانه وتعالى يحكي لنا ترى ديروا بالكم عن الأصدقاء. هذا يا ما عدنا بالآية الكريمة، ويوم يعض الظالم، ظالم لنفسه مش الظالم بمعنى الطاغي، على يديه عض، والعض طريقة يعني هو تعبير عن الندم، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، سويت لي علاقة مع النبي. بعد هاي محل الشاهد، يا ويلتا، والنداء بالويل معناه المشكلة صعبة، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني ما أتخذ فلان صاحب، ما أتخذ فلان صديق، ما أتخذ فلان خليل. ليش؟ شو عمل لك فلان؟ لقد أضلني عن الذكر، أبعدني عن الله، حاول يقرب لي شهواتي لذاتي. لما امشي بطريق الحق يقول لك شو بدك فيها، امشي معنا، انت بعدك شاب وفرفش بالدنيا، واخر الامر توب لله واعتق رقبتك فتكون حصلت الدنيا والاخره. ما في بعض الناس يقول لكم هيك؟ شو شاب؟ شاب ويجي للمسجد، مسجد الخطياريه هذا، شاب وصبيه بيروحوا للحاج، شو هالدين الجديد اللي عاملين هذا؟ مثلا شاب ويقول لك شو حرام، خمر حرام، قليل من الخمر يفرفح قلب الانسان، وهالحكي هذا ما سامعين انتم هالحكي من رفقاتكم؟ سامعين شو لازم تقولوا لهم؟ قل اني اخاف، هاي النبي يحكيها، فكيف احنا؟ الله بيقول له للنبي، قل للناس الذين يريدون ان يضلوك، قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قلهم صح، هذه في لذات وشهوات، لكن هاي لذة ساعة تعقبها حسرة ويعقبها عذاب. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وأريد أن أصرف عني هذا العذاب بطاعة الله وبالبعد عن معصية الله، والله يقرر من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. الذي يصير عنده فرصة من خلال الطاعة ومن خلال محبة الله أن يصرف العذاب عنه فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. تلك هو النجاح، أنك توصل ويقول لك لا حكم عليك، ما بدك تعمل إخراج قيد، ما تطلب يكتبون لا حكم عليك. هلا لا حكم عليك هنا يمشي قابل تدفع لك كذا مقدار هذا، لكن هناك اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. المهم نوصل ونلاقي بطاقة
إخراج قيد حتى ندخل للجنة، كل واحد بحسب دخوله للجنة قديش في هويته شو هي، عمله شو هي، والهويات بشكل آخر، كنت تجي لا حكم عليه حتى تدخل إلى رضوان، دق الباب، قدم لي البطاقة، خلص فلان مغفور ذنبه، فلان معفو عن، فلان من أولياء الله، وتدخل بعد ذلك. لهذا يحتاج نحصل يا جماعة لا حكم عليه بأن لا نمارس شيئا من غضب الله يغضب الله به علينا في الدنيا ويحملنا مسؤولية غضبه يوم القيامة، وذلك هو الفوز المبين، والحمد لله رب العالمين.